سعدت حقيقة بأن أتواجد بباريس بدعوة كريمة من اتحاد الصحفيين والكتاب العرب، لكن أيضا من مجلة كل العرب، في إطار نقاش مفتوح حول قضايا عديدة، أساسا قضايا عربية مرتبطة بفلسطين طبعا وبما يحدث بفلسطين ولبنان، ولكن أيضا بالمغرب، بموقع المغرب، بقضاياه الأساسية، قضية الصحراء المغربية، بقضايا مرتبطة بمكانة الجالية المغربية والمغاربة المقيمين بالخارج، بقضايا مرتبطة بمكانة المغرب اليوم في العالم وكيف يمكن تعزيز هذه المكانة، بالعلاقات بين المغرب وفرنسا، في كل هذه المواضيع ومواضيع أخرى كانت لنا فرصة أو كانت لي شخصيا فرصة في أن أتحدث استجابة لعدد من الأسئلة الهامة والقيمة حول كل هذه المواضيع، وأشكر جزيل الشكر مجلة كل العرب واتحاد الصحفيين والكتاب العرب على هذه الدعوة الكريمة. يعني نحن على تواصل منذ فترة مع الأستاذ محمد نبيل بن عبد الله، واغتنمنا فرصة قدومه إلى أوروبا في زيارة حزبية على ما يبدو، واتفقنا معه على تحديد موعد لهذه الندوة في باريس، واتفقنا على يوم 16 الشهر، وكان هو موجود هون، وتم تنظيم هذه الندوة لتسليط الضوء على القضايا المغربية الداخلية وعلى القضايا العربية وعلى علاقات المغرب الدولية. هذه الندوة كانت ناجحة، وكنا رغبتنا أنه نفسح المجال للمداخلات وللأسئلة أكثر ما تكون ندوة يعني تقليدية عادية. فكما شاهد جميع الحضور كانت الندوة مميزة، والأستاذ محمد نبيل بن عبد الله متحدث مفوه ولبق، ويعرف كيف يجاوب على الأسئلة بكل شفافية وموضوعية. نحن كنا سعداء بحضوره معنا هذه الليلة، وإن شاء الله يستمر التواصل بشكل دائم معه شخصيا ومع حزب التقدم والاشتراكية في المغرب ومع جميع القوى المغربية التي تربطني بهم علاقة قديمة جدا منذ أيام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حتى هذا اليوم. ويعني الكثير من قيادات المغرب الراحلين رحمهم الله، مثل الفقيه محمد البصري وعبد المؤمن الديوري وعبد الرحمن اليوسفي وكثيرين غيرهم، اللي كانت لنا علاقات مميزة معهم ضمن إطار النضال الوطني لألهم كمغاربة، وضمن النضال العربي وخاصة من أجل قضية فلسطين. اليوم كانت ندوة مع وزير الاتصال السابق السيد محمد نبيل بن عبد الله، اللي شملت بزاف ديال النقاط، هضرنا على بزاف القضايا، منها القضية ديال الصحراء المغربية، القضية الفلسطينية، وشملت كذلك الخطاب الملكي اللي داروا سيدنا بمناسبة الذكرى ديال المسيرة الخضراء. وهذا الخطاب شمل 60% من الخطاب ديالو، يعني لا بليبار ديال الخطاب اللي قال كانت كتهضر على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اللي نشأ من خلالها مؤسسة محمدية للتواصل، اللي تخدم يعني مصالح الجالية المغربية في جميع أنحاء العالم، فوالا، باش أنها تكون يعني تواصل ما بين الإدارات، وهي مؤسسة دائمة.